الو، ايوه يا استاذ صفوت. ايه هي فين؟ في المستشفى؟ اتفضل. مساء الخير صفا. ألف سلامة، ألف سلامة عليك يا طنط. أنت آخر واحدة كنت أتخيل إنها تيجي تزور. وأنا كمان. إزاي بس؟ إحنا برضو عشرة يا طنط. أصيلة يا حبيبتي، تزعليش مني وسامحيني. سيبك من الكلام ده دلوقتي يا طنط، المهم صحتك وحضرتك تقومي بالسلامة. أنا عايزاكي بس تصفي من ناحيتي. صدقيني أنا ما كنتش أعرف إن شريف متجوز. أنا يمكن أكون خبيت عليكي إن أعرف إنه ما كانش مسافر وخليت مظهر يساعده، بس هو كان مفهمني إنه بيعمل كده علشان خاطر يعرف يقسم التركة وإن ما يبقالكيش أي تأثير عليه بالمرة. حسبي الله ونعم الوكيل. أستحلفك بالله ورحمة أبوك تبطلي دعاء على شريف الله يرحمه. الله أعلم هو كان بيعمل فينا كلنا كده ليه. أنا عايزك تسامحيه وسامحينا كلنا.